بابا انا انتو we love it. So بفيديو اليوم راح نعملكم جولة بنادي النجوم. So قبل ما نبدأ بس حاب اقول let's do it. وهذا هو ربط جديد لعبة ملك الموضع. اذا حابين اضيفوني فيه وان خليكم مع الفيديو اليوم. So اول شيء وانا عم العب اجاني اتصال من عنود بتقول فيه انه اجاني فستان وكذا وتعالي زوريني. So رحت زرتها كما قالت لي بالمهمة كما عم تشوفوا هلا امامكم، واخذت من عندها هدية وكذلك ما انه كملتها. بعدين اجاني اتصال من عند سحر، سحر بتقول انه فتح محل جديد لازم تيجي، محل كتير 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 حلو. So انا قلت لها بخمس دقائق بيكون عندك. So لما رحت اكيد رحت على بيفرلي هيلز لروح اشوفه متجر النجوم. So كما عم تشوفوا هون وجدت سحر، تكلمت معها شوي عن شو هذا المتجر وكذا، فقالت لي انه متجر حلو كذا. وبعدين قالت لي انه ما تدخل المتجر بدون بطاقة النجوم، لكنني انا ساعيرك يعني البطاقة مالتي عشان تدخلي هذه المرة، بس المرة الجاية بتشتري بطاقة. اوكي قلت لها اوكي يلا شكرا وراح ادخل على المتجر. سو راح اخليكم جولة بالمتجر بعدين اعطيكم تقييمي للمتجر. كتقييم للمتجر يعني للمتجر وحده كديزاين كثير حبيت اللون الذهبي على المتجر، it's perfect يعني كثير كثير حلو. اما للملابس الفساتين كثير حبيتهم بعطيها 8/10. اما الملابس الاخرين الشنطة الاكسسوريز فينا نقول الباج الى غير ذلك فيك تلاقيهم في اي محل غير متجر النجوم. كرأيي الشخصي هل انا في يوم من الايام اشتري او افتح متجر النجوم عشان انهي المهمة؟ اكيد ممكن، بس مشان انه اشتري من عندهم فساتين او غير ذلك فهذا الشيء غير ممكن، لانه نفس الفساتين فيك تلاقيها بكذا محل. سو هذا فيديو اليوم وكذلك هذا رأيي الشخصي. اذا حبيتوه لا تنسوا تكتبوا لي تحت بالكومنت اراكم حول الفيديو وتقيموا المتجر من 10. الى ملتقى فيديو اخر، باي.